مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا البرنامج الخاص الذي نقدمه لكم بمناسبة ذكرى 47 للمسيرة الخضراء. نسعد كثيرا بمشاركة الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما نسعد بمشاركة الدكتور محمد العمراني بخبزة المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. أهلا. وسيكون معنا من الرباط الدكتور محمد تاج الدين الحسيني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور تاج الدين الحسيني معنا. كما سيكون معنا من العيون الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما نربط الاتصال بموفدنا كذلك إلى العيون النعمة ماء العينين. أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معكم الدكتور العمراني بخبزة. ثلاث محاور رئيسة جاءت في هذا الخطاب نرجو أن نذكرها. وبالفعل خطاب مقتضب مركز يربط الماضي الحاضر مع المستقبل من خلال المشاريع التنموية التي ربما أن المغرب ليس فقط مجرد خطابات وشعارات بل هي أعمال على أرض الواقع. الجانب الأول هو المتعلق بتشبث المغرب بوحدته الترابية وأنها لا محد عن مغربية الصحراء، وهذا أمر ثابت الآن أنه يتم تثبيته في كل خطاب، هناك تأكيد وحرص ملكي على التذكير به. الجانب المتعلق بربط تحرير الأقاليم الجنوبية بالتنمية هي مسألة ربما هي منهجية متطورة جدا، لأن تحقيق التنمية أصبح أو تحقيق استقلال الدول واستقرار الدول هو مرتبط بالتنمية التي تتحقق على أرض الواقع، وخاصة عندما تركز على الإنسان. الآن لاحظنا أن في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية هو نموذج فريد من نوعه، هو لم يهتم فقط بالبنية التحتية وبوضع قاطرة التنمية على سكة المستقبل، بل هي ركزت بشكل كبير على الإنسان، تأهيل الإنسان، تكوين الإنسان، منح كرامة للإنسان في المناطق الجنوبية. ثم المشروع الحالي الذي هو استمرارية لهذه الأوراش التي فتحت منذ 2015، وخاصة الآن ننتظر بداية العمل بالميناء الأطلسي للداخلة الذي هو من أكبر الأوراش التي ستغير معالم المنطقة بشكل كبير، وكذلك ستحقق ذلك الربط الذي يحتاجه المغرب لعمقه الإفريقي. ثم الأمر المهم جدا وهو مشروع خط الغاز ما بين نيجيريا والمغرب. هذا ربما في وقت من الأوقات كان حديث وتشكيك في مدى جدية هذا المشروع، لأنه مشروع ربما قد لا تستوعبه بعض العقول لضخامته لرهانته وكذلك لقدرته على تغيير معالم ليس دولة أو دولتين بل تغيير معالم لمجموعة من الدول، تحتاج الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى هذا النوع من المشاريع المهيكلة. لذلك فالحديث الذي تقدم به جلالة الملك في هذا الخطاب ربما أنه يعطينا الأمل بأن ما نصب إليه هو قريب المنال، نصب إلى أن يكون المغرب هو قطب الراحة، هو صاحب الريادة، وهذه الأمور تتحقق على أرض الواقع من خلال مشاريع جد مهمة. إذا حاولنا أن نفكك نوعا ما الخطاب في المرحلة الأولى، هو خطاب استعمل ربما لغة واضحة جدا، ليس لا فيها رموز وليس فيها غموض وليس فيها رسائل مبطنة ولا غير ذلك، هناك رسائل واضحة جدا وهو أن المغرب يراهن على التنمية من أجل المستقبل. هذه التنمية هي تنمية محلية في جهة الأقاليم الجنوبية، هي تنمية وطنية من خلال الحديث عن
الطريق السيار تيزنيت الداخلة، ثم هي تنمية قارية لأن الحديث عن 15 دولة ستستفيد من خط أنبوب الغاز، ثم ربط القارة الإفريقية بالقارة الأوروبية من خلال هذا المشروع. لذلك فالتصور المغربي الآن أصبح واضحا على مستوى رؤيته للمستقبل ورؤيته لكيفية تنزيل التنمية. المغرب ليس أنانيا، المغرب ليس من الدول الأنانية، المغرب حريص جدا على أن يشرك تجربته وتصوره للمستقبل جميع الدول الصديقة والشقيقة. طيب، هذا الخطاب فيه كذلك أكثر من حصيلة دكتور عبد العزيز روماني، هو حصيلة لترسيخ مغربية الصحراء، وكانت هناك إشادة بالقرارات الأممية، حصيلة كذلك للنموذج التنموي للصحراء، حصيلة للعمق الإفريقي وما نلاحظه الآن من الدرجة المتقدمة التي وصلت لها الدراسات في أنبوب نيجيريا المغرب. نبدأ أولا بالحصيلة الكبرى، ترسيخ مغربية الصحراء. اليوم لدينا قراران أمميان 2602 2654 فيما تفضل به وبدأ به جلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بترسيخ مغربية الصحراء وهذا الاعتراف الدولي واللفيف الدولي حول مبادرة الحكم الذاتي. دكتور، هو الحقيقة أنه العناصر الثلاث اللي تحدثت عليها أستاذة جوهرة يمكن لخصوها في كلمة واحدة، هي حصيلة الحصيلة، لأن الملك محمد السادس وهو يتكلم حرص في بداية خطابه على واحد النقطة ما خصناش ندوزو ليها، أننا انتقلنا، احنا كنا دائما غاديين في مسيرة، المغرب لم تتوقف مسيرته. نعم، الراحل الحسن الثاني اللي كان احتفلوا بذكرى وفاته هذه يومين باش دازت، الذي ابدع واتقن صناعه المسيره الخضراء في 20 يوم، رقم قياسي فيها تنظيم وتمويل وتفعيل وتنزيل، الحدث التاريخي غير المغرب اقتصاديا وسياسيا وجغرافيا. مزيان، الحصيله الاولى الجغرافيه الحمد لله من ناحيه استرجاع التراب الوطني، اكتمال المشروع الكبير ديال وحدة المغرب، نجح فيه المغرب الحمد لله ووضع فيه السبل، لكن كرامة المواطن، تكريم المواطن، وهذه باش بدا جلالة الملك الخطاب ديالو، مسيرة وقالها مسيرة تكريم المواطن هي التي انتقلنا وهي اللي تكلمت عليها الآن، باش نجي أنا ورديت التراب ديالي وناضلت على المستوى الدولي وجبت اعترافات دولية وجبت قنصليات موجودة الآن في الصحراء وجبت تنمية كبيرة، العيون ديال اليوم ماشي هي العيون فاش تخليها المغرب، والدخلة ديال اليوم ماشي هي الدخلة وبجدور وكذا وكذا وكذا، وبنيت مشاريع راه تكلمت عليهم كبيرة، و 80% من المشروع التنموي للمناطق الجنوبية توجد الآن وغادي في الطريق السليم، ولكن علاش؟ من أجل تكريم المواطن، لأنني كنسترجع التراب ونسترجع الجغرافية، ولكن استرجعت معهم المواطن الذي كان يسكن تلك المناطق، وهذا المواطن، ولذلك خطاب جلالة الملك بدأ بهذه المسيرة وسماها مسيرة، مسيرة تكريم المواطن، خاصة قال جلالة الملك في تلك المناطق العزيزة علينا. مزيان، ولكن هذه المنطقة ما بقاتش منطقة جغرافية معزولة كما كانت، ولات قنطرة رابط بين المغرب وعمقه الإفريقي. مزيان، هذا الرابط، هذه القنطرة، هذا الممر اللي درنا له واحد الطريق سيار سريع تنجز الآن في 80%، راه كينقل تكريم المواطن الصحراوي إلى تكريم المواطن الإفريقي، ما دامت هي عابر، ما دامت قنطرة، ما دامت مدار، تكريم المواطن الإفريقي الصحراوي مسؤولية للملك محمد السادس، أداها أحسن أداء وانتقل بها إلى تكريم المواطن الإفريقي خاصة دول غرب إفريقيا. وإذا جاء المشروع ديال أنبوب الغاز اللي توقف عنده راه مازلنا غنرجعوا له من بعد، وجات المشاريع الأخرى التي تربط بيننا وبين الدول الإفريقية. ما تعرفه الصحراء اليوم من مشاريع كبرى هدفها، وهذه جات في بداية خطاب الملك، هدفها هو تكريم الإنسان اللي كيسكن تلك الربوع التي استرجعها المغرب الحمد لله بفضل ملحمة المسيرة الخضراء.
طيب انتقل مباشرة إلى الدكتور تجدين الحسيني. تحدث الدكتور عبد العزيز الروماني عن هذه المسيرات التي تواصلت منذ 47 سنة، المسيرة السياسية أين هي اليوم دكتور؟ كما تلاحظون، أولا مرحبا بك وبضيوفك الكرام. بالتأكيد المسيرة السياسية هي مهمة جدا، لأنه عندما نلاحظ، ولو أن صاحب الجلالة في خطابه ركز على ثلاث محاور أعتقد: المحور الأول يهم الإنسان، المحور الثاني يهم البعد الاقتصادي والتنموي في المنطقة، والمحور الثالث يهم البعد الإفريقي وهذا التضامن القائم بين المغرب وبلدان إفريقيا وخاصة منطقة إفريقيا الغربية. أولا فيما يتعلق بالبعد السياسي الذي أشرتم إليه، أعتقد أن هذه المرحلة تأتي في وقت حقق فيه المغرب مكاسب لا تحصى على المستوى السياسي. يكفي أن أشير منها على وجه الخصوص إلى كون اليوم في الداخل والعيون هناك ما يقارب 30 قنصلية لعدة دول شقيقة وصديقة. ثم ثانيا، نحن داخل منظمة الاتحاد الإفريقي كطرف أساسي يمارس دوره في مجلس السلم والأمن الذي كانت لفترة من الزمن يستغله النظام الجزائري في الإساءة إلى بلادنا. ثم أكثر من ذلك، نحن ربما على قاب قوسين من أن نصل إلى ذلك العدد المطلوب سياسيا، ربما إما لتجميد عضوية البوليساريو داخل هذه المنظمة أو لإقصائها منها نهائيا، لأن من حق المغرب عندما نصل إلى أغلبية الثلثين أن نطالب بكيفية جادة وفعلية بأن تصبح هذه الدولة خارج المنظمة، إما من خلال تعديل الميثاق أو من خلال تجميد عضويتها. وبالتالي أعتقد على المستوى السياسي، عندما نلاحظ أن دولة عظمى كالولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وقبل يومين فقط سوف يأتي ربما السفير الجديد الذي في تصريحاته يظهر نوعا من الود والاحترام والتقدير للمملكة المغربية وضرورة التعامل معها بالشكل الذي يناسب تاريخها وموقعها وقوتها في العلاقات بالولايات المتحدة. لكن كما قلت بالنسبة للخطاب اليوم، هناك ثلاث عناصر تميزه. العنصر الأول كما قلت هو الإنسان، بحيث تكريم الإنسان يبدأ من الصحة ومن التعليم ومن كل الوسائل لتحقيق رفاهيته وضمان مستقبله. ولكن أكثر من ذلك، نلاحظ نقطة مهمة، وهي أن أكثر من 6000 هكتار من الأراضي تم إعدادها وتهيئتها لتوضع بين يدي الشباب وبين يدي أولئك الذين ينتمون إلى هذه الأقاليم الصحراوية من أجل تشغيلها. ولهذا جاء الحديث حتى عن التشغيل الذاتي المقاولاتي كوسيلة مثلى لتمكين المواطن هناك أن يقوم بدوره الكامل. فيما يتعلق بالمستوى العام، نلاحظ كيف أن الربط بين شمال المغرب وجنوبه يسير بشكل قوي. الطريق التي ستمر من تيزنيت إلى الداخلة، وهو لم يكن طريق سيار ولكنه طريق سريع يمكن كل وسائل للراحة والاطمئنان في الوصول المستقر. ثم أكثر من هذا، نلاحظ كيف أن المشاريع الاقتصادية الكبرى وخاصة ميناء الدخلة، الكثيرون لا يدركون أن هذا الميناء سوف يشكل تغييرا جوهريا لوضعية هذه المنطقة. يعني بداية أكثر من مليار دولار خصصت لانطلاق هذا المشروع. طيب سأعود إليك دكتور لتواصل معنا. ننتقل مباشرة إلى العيون، سينضم إلينا من هناك موفد قناة ميديا إن تي في نعمة ماء العينين. ضعنا في الأجواء هناك في العيون، كيف تابعتم هذا الخطاب الملكي؟ يعني عادة الخطبة الملكية تحظى باهتمام كبير داخل الأقاليم الجنوبية، خاصة وأنها دائما ما تعطي دينامية تنموية تهم البنيات التحتية وتهم مساكنة الأقاليم الجنوبية. وللتعليق على هذا الموضوع، يحضر معي ماء العينين. ماء العينين إعلامي ومن أوائل الإعلاميين الذين واكبوا المسيرة الخضراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية، يعني ما هو تقييمكم وما تعليقكم للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء؟ الخطاب الملكي كان كخطب إجلالة الملك السابقة في القمة يعني مهمة جدا، حدث فيها عن المسيرة الخضراء وعن عبقرية والدي رحمه الله الحسن الثاني، وكيف كانت المسيرة وكيف استلمنا هذه الأقاليم التي نتكلم منها الآن، ومسيرة التنمية التي واكبت استرجاع المنطقة من الشمال إلى الجويرة، وهذا ثماره نحصدها الآن ويحصدها أبناؤنا. والساحة التي نقف فيها الآن كانت قاعا صفصفا يوم تسلمنا مدينة
مدينة العيون، لم يكن هنا في هذا المكان أي شيء، الآن أصبحت فيها قصر للمؤتمرات وساحة للاحتفالات وأشياء وحدائق وأشياء غريبة غريبة بها الجمال حقيقة، لم نكن نتوقع هذا. فنحن من الإعلاميين تابعين للإذاعة والتلفزة ووزارة الإعلام الذين تسلموا أول بناية عمومية تابعة للقطاع العام من الإدارة الإسبانية الذي هي راديو صحراء لإذاعة العيون حاليا. إذن سيدي أنتم واكبتم التنمية التي تعيش بها الأقاليم الجنوبية، والملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى 47 ركز على نتائج النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية منذ سنة 2015، تغيرت الملامح، كيف ترون الماضي والحاضر مع النموذج التنموي؟ شتان ما بين الثرى والثريا. العيون التي ورثناها سنة 75 ليست هي العيون الآن، أصبحت عاصمة من عواصم المغربية ومن عواصم من أكبر عواصم إفريقيا والجهات الأخرى، حيث شهدت مسيرة نماء وبناء وتشييد وعمران لا نظير لها. حيث أني أنا الآن رغم أني اشتغلت هنا حوالي 40 سنة في ميدان الإذاعة المغربية في مدينة العيون، الآن لا أستهدي في أحيائها حيث أنها كبرت بشكل الطرق والموانئ والمطارات وكل شيء، وهذا شيء نحمد الله عليه ونرجو من جلالة الملك المزيد إن شاء الله من هذه الأشياء. شكرا جزيلا للإعلامي ماء العينين ماء العينين، ولدينا العديد من الارتسامات بعض لحظات، والعودة لك جوهرة. نعود إلى الدكتور تجلي الحسيني، كنت تريد أن تكمل الدكتور في المحور الثاني؟ نعم في دقيقتين أرجوك. فعلا أشرت إلى العنصر المتعلق بالإنسان، أشرت كذلك إلى العنصر المتعلق بواقع المنطقة من عملية ربط ومن مزيد من استغلال ثروات الفوسفات في هذه المنطقة، وكذلك تهيئ البنيات الأساسية للصيد البحري ولجعله صناعيا وممكنا للتصدير بشكل مربح ويحقق مصالح المشتركة سواء بالنسبة للداخل المغربي أو بالنسبة لساكنة الإقليم. ولكن كذلك هناك بعد مهم في الخطاب الملكي وهو البعد الإفريقي. يعني الآن يمكن أن نقول بأن هذا الأنبوب الذي سيمتد من نيجيريا نحو المغرب مرورا بعدة بلدان إفريقية ثم وصولا إلى أوروبا لم يعد مجرد تخيل أو حلم، ولكنه أصبح واقعا. هذه مبادرة كانت تحققت منذ سنة 2016، ولكن اليوم نلاحظ أن توقيع مذكرات التفاهم من طرف عدد كبير من بلدان دول إفريقيا الغربية سوف يفتح المجال واسعا لتنفيذ هذا المشروع، لدرجة أننا لاحظنا أن الرئيس النيجيري قبل بضعة أيام فقط يلح على أن الوقت جاء لتتحرك البلدان الأوروبية وخاصة بالذكر أعتقد بريطانيا التي من واجبها أن تقوم بدور مهم في تمويل هذا المشروع بطريقة تمكنه من الإسراع في التنفيذ. وبطبيعة الحال سوف لن تستفيد فقط بلدان إفريقيا الغربية، ولكن سيستفيد المغرب بالأساس، وستستفيد بلدان أوروبا خاصة بعد الوضعية الصعبة التي أصبحت تعيشها في إطار حرب أوكرانيا مع روسيا وما أدت إليه من قطع للغاز، ومن كون ربما أوروبا أصبحت تهدد ببرد ربما من صقيع. هذه الأشياء كلها تضع المغرب اليوم في موقع المنصة الاستراتيجية التي تربط الشمال بالجنوب وتربط بلدان العالم بقلب إفريقيا النابض، وخاصة في إفريقيا الغربية التي قد تشكل في مستقبل قريب مجالا كبيرا للاندماج ليس المغاربي ولكن الإفريقي بشكل يقوم على مبادئ المصلحة المشتركة المتبادلة، على مبادئ رابح رابح، وعلى مبادئ التضامن من أجل الأفضل لشعوب هذه المنطقة جميعا. شكرا جزيلا لك الدكتور تجدين الحسيني، سنعود إليك لاحقا. ننتقل مباشرة مشاهدنا الآن إلى موفد قناة ميديان تي في، إلى هناك النعمة ماء العينين، أهلا بك وضيفك الكريم نعمة. تحية لك جوهر وتحية لضيوفك الكرام، أهلا وسهلا بك أستاذ نجيب. أهلا بك أستاذ نعمة. أستاذ نجيب، تابعتم يعني أنت كإعلامي وفاعل في المجال الحقوقي، تابعتم الخطاب الملكي، ما أهم ما جاء في هذا الخطاب؟ في الحقيقة وكعادة دائما الخطب الملكية، الخطاب الملكي هو عبارة عن منظومة فكرية تنموية مندمجة حول ما هو دبلوماسي واقتصادي واجتماعي وسياسي. وصاحب الجلالة كذلك تحدث في هذا الخطاب عن دور المسؤول المحلي في إنزال
وتسريع وتيرة هذا النموذج التنموي، بحيث تحدث عن المشاريع المستقبلية الاقتصادية فيما يخص الطاقات المتجددة، ولما لها كذلك من دور في بقية المشاريع التي تساهم في تشغيل الشباب. كذلك تحدث صاحب الجلالة عن أهمية مشروع المغرب نيجيريا، وهو في اعتقادي مشروع ربما أقول أنه مستقبلي، بحيث أن دول غرب أفريقيا ستستفيد من هذا المشروع، وهو سيكون لبنة وإضافة لهذا النموذج التنموي المحلي، والذي رصدت له مبالغ مهمة، والذي كذلك وصل مراحله النهائية، والإنسان المحلي كان فاعلا في إنجاح هذا المشروع التنموي، بحيث أن حاضرة المدن الجنوبية اليوم أو الأقاليم الجنوبية لا تقل حقيقة عن ما كانت تمتاز به المدن الشمالية. خطاب صاحب الجلالة وكذلك كان وقفة حول ما مضى طيلة 47 سنة، وأكد أن الصحراء المغربية كانت دائما موقع قدم مع دول إفريقيا، وكذلك كانت نموذج يحتذى به في إطار التفاعل الدبلوماسي، والذي حقق المغرب فيه في السنوات الأخيرة مجموعة من الإنجازات التي ستكون لا محالة لها دور كبير في تعريف وفي تقنين الصحراء داخل الاتحاد الإفريقي وداخل كذلك المنظومة العالمية. شكرا جزيلا نجيب التناني. إذن الابتسامات لازالت متواصلة، خاصة وأن الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 47 ركز على النموذج التنموي الجديد، وكذلك ما حققه هذا النموذج على أرض الواقع، والتي أصبحت العديد من المشاريع التنموية بهذا المشروع الكبير قريبة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على ساكنة المنطقة، خاصة الشباب والأجيال الصاعدة. عودة لك جوهرة. شكرا جزيلا لك نعمة، سنعود إليك لاحقا. دكتور العمراني بخبزة، كنت معنا السنة الفائتة عندما تحدثنا حينها عن خطاب المسيرة الخضراء، حينها كان جلالة الملك قد قال إن الحلفاء والأصدقاء يجب أن يكون لهم موقف واضح، وقال حينها عبارة استوقفتنا كثيرا، قال إنه لا يمكن أن يرتبط المغرب بأي مشروع اقتصادي أو تجاري من دون صحرائه. اليوم الأصدقاء الحقيقيون للمغرب أثبتوا كذلك ولاءهم بعد 6 سنوات من النموذج التنموي الخاص بالصحراء. اليوم أي مسافة تقف عندها هذه التنمية؟ في الواقع أن في تدرج في أي مشروع هو من باب الحكمة، لأن يكون هناك واقع في تدافعات في أطراف متعددة لكل مصلحته إلى غير ذلك، ولكن عندما تشتغل بجد وبروية وبأهداف مسطرة تصل إلى لحظات تضع فيها شروطك. هذا هو العلاقة ما بين الدول في المرحلة الحالية، لأن المغرب بالفعل أنه في لحظة من اللحظات أو فترة من الفترات كان يتم الضغط عليه بشكل كبير، و أحيان كثيرة يتم ابتزازه في مواقف في مصالح معينة بفعل ملف الصحراء المغربية. أمور كثيرة تغيرت بفعل العمل الجاد كما قلت، وبفعل التبصر وبفعل التخطيط الاستراتيجي لمراحل متقدمة من العمل. لذلك المرحلة الحالية لم يعد المغرب يقبل المساومة فيما يخص ملف الصحراء المغربية. كانت هناك دول تضغط عليه فيما يخص الموقف من إمكانية إدماج المناطق الجنوبية المملكة في المعاهدات والاتفاقيات. كانت هناك ربما الكل يعلم ما يقع عند تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، كان هناك محطة حتى مع هولندا فيما يخص الجانب الاجتماعي، بحيث أن هذه الدول كانت تدفع المغرب أو تضغط على المغرب على أن لا يدمج تدمج الأقاليم الجنوبية ضمن هذه الاتفاقيات. الآن الأمور أصبحت واضحة رغم محاولات تمت من خلال الزج بهذه الاتفاقيات في أمام القضاء الأوروبي إلى غير ذلك، ولكن الآن الأمور أصبحت واضحة جدا، بل أكثر وضوحا حتى من مما كنا نتوقعه، لأن مجريات الأمور اتجهت والحمد لله في اتجاه سليم. الآن هناك كما قلت اعتراف دولي،
قوي جدا، لأن لا يمكن أن نستنقص من قيمة قرار مجلس الأمن الآخر، وقرار يجب أن نقرأه بتمعن، لأن حتى نسبة التصويت عليه 13 مقابل 0 وجوج ديال عدم التصويت له دلالة كبيرة، محتوياته لها دلالة كبيرة. لا ننسى كذلك حتى القمة الأخيرة في الجزائر، القمة العربية 31 في الجزائر، التي ذهبت بنفس الاتجاه، المحافظة على الوحدة الترابية للدول العربية، منع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعالم العربي إلى غير ذلك، معنى كل ما كان يطمح إليه المغرب. إذن فالآن نقول بأن ما يقع في الأقاليم الجنوبية للمملكة هو يتجه في المسار الذي يرتضيه المغرب. طيب نعود مرة أخرى إلى نعمة ماء العينين وضيفي الكريم، تفضل نعمة. إذن يحضر معي الآن محمد باري، وهو واحد من أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية. أهلا بك محمد باري. أهلا وسهلا سيدنا محمد باري. تابعتم الخطاب الملكي وأنتم كشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، كيف استقبلتم هذا الخطاب بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء؟ ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، الذكرى الغالية على كل المغاربة. خطاب جلالة الملك كان يعني خطاب الوفاء بالعهود، تم التركيز فيه على المدخل التنموي باعتبار مدى أهمية المدخل التنموي لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي طول أكثر من اللازم. جلالة الملك تحدث عن البرنامج التنموي الذي بدأ في 2015، طرحت مجموعة من الالتزامات، والآن على أرض الواقع تم الوفاء بهذه الالتزامات. أكبر دليل طريق السيار تزنية الداخلة والمشاريع الطاقة الريحية وباقي المشاريع الأخرى. حقيقة الرهان على المسألة التنموية هو رهان استراتيجي ورهان مهم، باعتبار بأن التنمية هي فيها إجابة على كل الإشكالات المطروحة، فيها إجابة على الاستثمار الحقيقي، استثمار المملكة المغربية في هذه الأقاليم التي كانت عبارة عن لا ترقى حتى المستوى قرى، الآن مدن كبرى، حواضر كبرى، مدينة العيون نموذج. المملكة ماضية في مسار التنمية كما هي كذلك ماضية في باقي المسارات الأخرى، تمد اليد الجيران والطرف الآخر في اتجاه إيجاد حل سياسي أساسه الحكم الذاتي والسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية. شكرا جزيلا محمد باري، أحد أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، وعودة لك جوهرة في انتظار ضيف آخر. شكرا لك نعمة. أعود إليك الدكتور عبد العزيز الرماني. في الخطاب الملكي كان هناك رقم فارق هو نسبة الإنجاز التي وصلت إلى 80%. نحن نتحدث عن 6 سنوات منذ بداية التطبيق، كنا حينها في بث مباشر وهذه الاتفاقية دكتور في 2016. صحيح، المغرب يسير على يعني التوجه ديالو في المسيرة الكبرى، المسيرة التنموية الشاملة في المغرب كامل، ولكن عندنا ربوع عزيزة اللي هي المناطق الجنوبية كتعرف واحد البرنامج تنموي هام جدا توضعات فيه. احنا التنمية، المسيرة التنموية الأقاليم الصحراوية راه عمرها الآن سنين باش نكونوا واضحين، ولكن المشروع الأخير اللي توضع على الطريق يعني بدءا من 2016 وحنا غاديين، اللي هو المشروع التنموي ديال المناطق الجنوبية، مشروع توضعت فيه 77 مليار ديال الدرهم. 77 مليار ديال الدرهم يعني منطقة بشراكتها بكل بطرق الإنزاج اللي فيها الشراكات المتنوعة، بالرؤية الاستراتيجية لجعل هذه المنطقة كما قلنا صلة وصل بين المغرب وإفريقيا، أيضا لتحقيق الهدف الذي أراده الملك محمد السادس لأبنائه في الصحراء اللي هو الكرامة والتكريم لهذ الناس هذو. فمن هذه المشاريع انطلقنا نحو مشاريع عندها ميزة كتميز المناطق الصحراوية، المناطق الجنوبية، منها مثلا الطاقة. مناطق الصحراوية يمكن أن تكون منطقة لها موقع عالمي، وإحنا راكن نمشيو الآن في شرم الشيخ في كوب 27، قمة كبيرة جدا وعندها اهتمام كبير جدا، غدا سيكون لمناطقنا الجنوبية كلمتها في مثل هذه الملتقيات العالمية.
واللي فيها كما قال سي محمد قبيله كنشوفوا الاعتراف العالمي بمغربيه الصحراء. شفنا في كوب 27 الان في شرم الشيخ الخريطه المغربيه، العالم كله كيشوفها امامه متكامله بدون ديك الهضره ديال دي وجيب كما كنقولوا. مزيان، هل الاولى البنيات والمرافق، الشغل، الاستثمار، تحليه المياه، الطاقه الريحيه، الطاقه الشمسيه، الطريق السريع تيزنيت اللي تنجز فيه الان اكثر من 80%، كل المشاريع اللي وضعها جلاله الملك تحت وتوقعت الاتفاقيه قدامه تحت اشرافه ديال مشات فيها اكثر من 80%، معنى ان اللي زار الصحراء المناطق الجنوبيه كما كنقولوا ديالنا قبل 2019 وزارها دابا بحكم كنا في كوفيد وكذا غيوجد منطقه اخرى مختلفه لا في الداخل. وراه شفنا التدشينات ديال البارح اللي كانت ايضا في العيون، شحال مهمه وشحال هي استراتيجيه. تفضلي. نحن ما زلنا في هذا الاتصال المباشر مع مفادنا في العيون ماء العينين. اهلا بك ماء العينين، من ضيفك هذه المره؟ اهلا بك مجددا جوهره، ويحضر معي الدكتور عبد الله حمياده احد اعيان وشيوخ قبائل الصحراويه وعضو بالمجلس الملكي لاستشاره الشؤون الصحراويه. اهلا بكم دكتور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللي نتكلموا عنه درك خطاب جلاله الملك الله ينصره ويعزه، حقيقه حكومه تكلم على المشاريع اللي هو انطلق في 2015 هناك في العيون و2016 في مدينه الداخل، وفعلا قال عنهم الحمد لله كانت مسيره رائعه وامورهم خلق الانجاز في 80% من ذاك اللي كامل فات وخطط. وتكلم على 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 التنميه بصفه خاصه بصفه عامه في المناطق كاملات، وبصفه خاصه ركز على قضيه الاتفاق الوعد مع نيجيريا. اسمى في نفس الوقت عن الصحراء المغربيه هي صبحت اليوم البوابة لإفريقيا كاملة من المغرب، وذاك الإنجازات اللي فات عدلت قضية من ضمنها قضية هذا اتفاق اللي خلق مع نيجيريا أعطاه الأهمية الخاصة به اللي يملي بصفة عامة لا شك عنه له يعود إن شاء الله هو مهم إلى أقصى درجة اللي قابض من نيجيريا واخذ على دول إفريقيا كاملة وجاي إلى المملكة المغربية، ومن المغربية له يعود من المملكة المغربية له يعود هو اللي يملي يتخطى منها شور أوروبا. دكتور انتم كأحد ابناء المناطق الجنوبيه واكبتم المسيره منذ استرجاع الاقاليم الجنوبيه الى اليوم، كيف هي الاقاليم الجنوبيه بين الامس واليوم وخاصه بعد الدفعه القويه التي اعطاها صاحب جلاله الملك محمد السادس في الذكرى الأربعين للمسيره الخضراء باطلاق النموذج التنموي الذي غير ملامح هذه الاقاليم؟ لا شك عن الصحراء في عام 75 بدون شك منين مشات عنها اسبانيا الدوله المستعمره اللي كانت واليوماتيه بينهم يعني فرق شاسع لا شك عن ضمن الانجازات والحقائق اللي خلقت على قدها والتنميه والطرق والمواني اللي ما كانت موجوده الفرق شاسع الى اقصى درجه. والانطلاقات اللي اعطى جلاله الملك من ساعته في قضيه المشارع بصفه خاصه والتنميه الاقتصاديه اعطت دور واهميه مثلا يظهر للعالم ككل. اذا كان فرق شاسع بين أمس واليوم، إذا نظن عنها ذا واضح وظاهر الكلام. شكرا جزيلا دكتور حميادة. بالفعل يعني الأقاليم الجنوبية تغيرت والشهادات كلها توفي بذلك من شباب يعني وشيوخ واكبوا التحول الذي عاشته الأقاليم الجنوبية انطلاقا من مسيرة استرجاع الأقاليم الجنوبية حتى المسيرة التنموية التي عاشتها الأقاليم الجنوبية منذ استرجاعها إلى الآن والتي تنعكس دائما على الأرض وعلى الإنسان. عودة إليك جوهرة. دكتور العمراني، يعني ماذا نتوقع من ميناء الداخلة الذي نتحدث عنه كثيرا وتتحدث عنه حتى الصحافة العالمية اليوم دكتور؟ هو الكل يعلم الموقع ديال الداخلة على المستوى المتوسط الأطلسي كموقع استراتيجي كبير ومهم جدا، فبالتالي وليس اعتباطي أنه يأتي إنجاز مشروع بهذا الحجم المهيكل في هذه المدينة بالضبط، بمعنى انها هناك رؤيه لربط المغرب مع افريقيا يحتاج الى هذا النوع من المشاريع.
هذا الآن المغرب له أو يرغب في أن تكون له الريادة على مستوى الموانئ، حققها على مستوى الميناء المتوسط لطنجة، هناك ميناء آخر في الناظور، بمعنى أن على مستوى البحر الأبيض المتوسط المغرب ربما قد نقول بين قوسين بتحفظ أنه سيهيمن على الملاحة التجارية في هذه المنطقة، لأن عدد الحاويات تجاوزت بشكل كبير جدا إسبانيا، خاصة ميناء الجزيرة الخضراء وميناء فالنسيا. الآن هناك تحول آخر، الآن المغرب يرغب في أن يواصل هذه الريادة وهذا التموقع لكي يكون من بين كمحور للملاحة التجارية، لذلك هو في حاجة إلى الواجهة الأطلسية. الواجهة الأطلسية ليس هناك ربما من مكان مميز مثل مدينة الداخلة، لأن مدينة الداخلة هناك رهان على الأقاليم الجنوبية لكي تكون جسرا نحو إفريقيا، صحيح، فبالتالي هي تحتاج إلى بنية تحتية قوية جدا. لنتذكر كيف تم الاشتغال بالنسبة لطنجة المتوسط، لأن يجب أن دائما أن نقارن بالنماذج الناجحة. طنجة المتوسط احتاجت إلى طريق سيار، احتاجت إلى السكك الحديدية، احتاجت إلى التي جي بي، احتاجت إلى أن يكون هناك تطور على مستوى الفنادق، أن يكون هناك بمعنى شبكة لوجستيكية قوية جدا. فعندما نتحدث عن الداخلة الآن هي ستكون طنجة الأطلسية، على يعني اعتبار أن الآن بحكم طريق السيار نحو الداخلة تزني الداخلة، عندنا الآن مشاريع كبيرة جدا للفنادق المصنفة في منطقة الداخلة، هناك كذلك بنية تحتية متطورة جدا في الداخلة. لذلك فعندما نتحدث عن هذا المشروع الكبير المتعلق بالميناء فهو لا ننظر إليه بشكل معزول عن باقي البنيات التحتية الأخرى، بل يجب أن ننظر إليه كمشروع مهيكل كبير جدا. ولكن ربما سنكون مضطرين إلى لكي يحقق هذا المشروع غايته يجب أن يكون هناك مواكبة حتى بالنسبة للدول الإفريقية على مستوى البنية التحتية، ولما التفكير في طريق سريع نحو موريتانيا وبعدها نحو باقي الدول الإفريقية، وحتى على مستوى الاتصال عن طريق القطار السكك الحديدية إلى غير ذلك. طيب دكتور تاجين الحسيني، اليوم المغرب يعطي مثالا يحتذى به، هو يقطع ومنذ سنوات مع الأفكار والصور النمطية. كنا نتحدث منذ سنوات عن توجه المغرب نحو إفريقيا الفرنكفونية، اليوم بهذا المشروع الضخم نيجيريا المغرب هناك توجه إلى حتى البلدان الأنجلو ساكسونية التي كانت منذ سنوات طويلة تأخذ موقفا عدائيا مبني على إيديولوجيات وئدت من المفروض أنها تؤد حتى اليوم بفعل التحركات والتغيرات التي تشهدها العالم. كيف ينظر المغرب إلى إفريقيا الجديدة اليوم؟ بطبيعة الحال إفريقيا كان العاهل الراحل الحسن الثاني يقول دائما إن المغرب شجرة تمتد أغصانها في قلب القارة الأوروبية، لكن جذورها عميقة في الأرض الإفريقية بامتياز. هذا التطور الذي تعرفه العلاقات مع إفريقيا يفرض نفسه. فالمغرب كان إلى مرحلة تاريخية غير بعيدة يقوم فقط بدور الوسيط بين بعض الكيانات الأوروبية وخاصة إسبانيا وفرنسا في علاقتها بالمحيط الإفريقي، سواء على مستوى التصنيع أو على مستوى بعض المنتجات. لكن اليوم ومنذ أعتقد منذ التاريخ الذي قرر فيه العاهل محمد السادس أن لا تكون للمغرب علاقات فريدة مع دول معينة وأن يتم تنويع العلاقات بشكل واسع، لاحظنا تلك الاتفاقيات التي وقعت مع كل من الهند وروسيا والصين الشعبية، وبطبيعة الحال هذا النوع من تعدد الشراكات بل وتوقيع اتفاقيات استراتيجية للتعاون الاستراتيجي العميق، كل هذا أعطى للمغرب مكانة جديدة في هذه المنطقة. هذه المكانة ترتبط كذلك باتفاقيات التبادل الحر التي وقعت مع الولايات المتحدة، مع تركيا، مع عدة دول كبرى.
وبالتالي أصبح المغرب كما قلت بمثابة منصة استراتيجية في هذه المنطقة من العالم، وأصبح له دور مقاولاتي أولا في بلدان إفريقيا الغربية. تصوروا أن المغرب أصبح اليوم يحتل موقع المستثمر رقم واحد من إفريقيا في قلب إفريقيا الغربية، بل والمستثمر رقم زوج على المستوى الإفريقي بكامله بعد إفريقيا الجنوبية. وبطبيعة الحال هذا النوع من التطور لم يأتي بكيفية عفوية. المغرب عمل منذ عدة سنين على توظيف أذرعته الاقتصادية القوية في الوصول إلى البلدان الإفريقية، ليس عن طريق مثلا مسألة الارتشاء أو مسألة نشر النفوذ بطريقة عشوائية، لا، بطريق الاستثمار المتبادل لضبط المصالح المتبادلة وسياسة رابح رابح. هذه السياسة آتت أكلها، وكما قلت هذه الأذرعة الاقتصادية على أساسها أولا مكتب الشتري في الفوسفات. اليوم هناك مشاريع كبرى أقيمت في عين المكان سواء في أثيوبيا أو في نيجيريا، وهدفها تحويل الفوسفات إلى سماد يغذي الأفارقة على مستوى أهم حاجة أساسية في هذه المرحلة بالذات. مثلا الخطوط الملكية المغربية أصبحت وسيلة ربط كبرى بين إفريقيا وباقي بلدان العالم. الأبناك المغربية مثلا تلاحظون كيف أن البنك المغربي للتجارة الخارجية أصبح يحمل اسم بنك إفريقيا. عدة أبناك أخرى لها وجود قوي على مستوى تنمية الاستثمار في قلب إفريقيا. وأعتقد أنه ما إذا ما سرت هذه المسيرة بقوة، فحتى تلك العملة التي تستعملها الآن بلدان إفريقيا الغربية CFA، والتي تعاني فيها من عدم وجود الضمانات تحت سلطتها وكونها فقط عملة ورقية لا تساوي شيئا على مستوى المبادلة النقدية، كل هذا سيتغير إذا تطورت العلاقات مع المغرب من المرحلة التعاونية إلى المرحلة الاندماجية. ولذلك الآن إفريقيا ورش كبير تتهافت الدول الكبرى على الوصول إليه، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بما فيها الولايات المتحدة، وعلى وجه خصوص الصين. ولذلك أدرك المغرب حتى الطموح الصيني وأقام عدة اتفاقيات في إطار ما يسمى بطريق الحرير، الذي دشنت فيه وربما ستدشن في المستقبل مدينة كبيرة في الشمال لاحتواء هذا التواصل، لأن حتى الصين بنفسها على مستوى الامتياز المقارن فيما يتعلق باليد العاملة، فيما يتعلق بالقرب من الأسواق، أصبحت تشعر وهي وصلت إلى حد الإشباع في مسألة الحد الأدنى للأجور لديها، أصبحت تشعر بأن من واجبها أن تتعاون مع الآخر، والمغرب يقدم مجالاً واسعا وأساسيا. ولذلك لا ينبغي أن نفهم بأن مثلا الموانئ الكبرى التي تؤسس في الناظور واللي موجودة في طنجة ثم في الدخلة هي فقط من أجل إشاعة مثلا نوع من الازدهار الاقتصادي، هي وسائل ربط أساسية مع هذه القوى الكبرى التي ستعتبر المغرب فعلا بمثابة هذه المنصة الاستراتيجية وهذا الوسيط مع قلب إفريقيا. ولذلك أعتقد أننا اليوم ربما أختتم فقط بهذه الكلمة لو سمحتم، لأنني سأغادر بعد بضع دقائق، لو سمحتم أقول فقط بأن روح المسيرة التي بعثها الراحل الحسن الثاني والتي عاشها مغاربة قد بلغوا الآن من السن عتيا على الأجيال الحالية والمقبلة، أولئك الذين ولدوا في 1970 وما بعدها، عليهم اليوم أن يراجعوا دروس المسيرة، فهي تعطيهم دروسا مهمة جدا، سواء على مستوى روح التضحية، التضحية بالنفس وبالمال. يعني المغاربة الذين خرجوا في المسيرة لم يكونوا يشعرون أنهم سيعودون إلى ديارهم، يعني فقط هذا روح التضحية القوية في الذين شاركوا في المسيرة يمكن أن تعطي وقودا جديدا للأجيال الحاضرة والمقبلة، لتعلم أن الاستقلال واسترجاع الأراضي المغتصبة لم يكن بالسهل، ولكنه كان طريقا صعبا وشاقا ومليئا بالأشواك. واليوم عليهم أن يستثمروا هذا الماضي المزهر ليكون المغرب أكثر تطورا وأكثر نموا وأكثر ازدهارا في المستقبل القريب. شكرا جزيلا لك دكتور تاج الدين الحسيني على كل ما تفضلت به، كنا سعداء باستقبالك. نعود مشاهدينا إلى هذا البرنامج الخاص بالخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 47 للمسيرة الخضراء، نستمع إلى هذا الجزء من الخطاب والمتعلق بالمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. يأتي تخليد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء في مرحلة حاسمة في مسار ترسيخ مغربية الصحراء. وإذا كانت هذه الملحمة الخالدة قد مكنت من تحرير الأرض
فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها تهدف إلى تكريم المواطن المغربي خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا. ومن هنا فإن توجهنا في الدفاع المغربي للصحراء يرتكز على منظور متكامل يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة. وفي هذا الإطار يندرج البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي تم توقيعه تحت رئاستنا في العيون في نوفمبر 2015 والدخلة في فبراير 2016. شعبي العزيز، يتعلق الأمر ببرنامج تنموي مندمج بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم ويهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية وخلق فرص الشغل والاستثمار وتمكين المنطقة من البنية التحتية والمرافق الضرورية. وهو برنامج طموح يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعه. واليوم وبعد مرور حوالي 7 سنوات على إطلاقه فإن تثمين النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80% من مشروع الغلاف المالي المخصص له. فقد تم إنجاز طريق السريع تزنية الدخلة الذي بلغ مرحلة الأخيرة وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال. كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة، وسيتم المشروع قريبا في أشغال بناء الميناء الكبير في الدخلة الأطلسي بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية. وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية تم إنجاز مجموعة من المشاريع في مجال تدمين وتحويل منتوجات الصيد البحري الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة. وفي المجال الفلاحي تم توفير وتطوير أزيد من 6000 هكتار بالداخلة وبوجدور ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب من أبناء المنطقة. وتعرف معظم المشاريع المبرمجة في قطاعات الفوسفات والماء والتطهير نسبة إنجاز متقدمة. وقد شهد المجال الاجتماعي والثقافي عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين ودعم مبادرات التشغيل الذاتي والنهوض باللغة والثقافة الحسانية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة. وفي هذا السياق المطبوع بروح المسؤولية الوطنية ندعو القطاع الخاص إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم لا سيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. كما ندعو لفتح آفاق جديد أمام الدينامية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية لا سيما في القطاعات الواعدة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة. من استوديوهاتنا في طنجة ننتقل مباشرة إلى نعمة ماء العينين موفد قناة ميديا أن تي في إلى العيون. تفضل نعمة، أهلا بك مجددا وبضيفيك الكريمين. عودة لك جوهرة. بعنصر النسوي للتعليق على مضامين الخطاب الملكي، نائبة برلمانية عن جهة العيون الساقية الحمراء ورئيسة مجلس الشباب بالبرلمان الإفريقي ليلى داهي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا الأخ نعم. يعني أنتم كشباب ما بعد المسيرة الخضراء، كيف تلقيتم الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء؟ طبعا تلقينا بكل فرح وسعادة هذا الخطاب التاريخي. كعادته جلالة الملك وجه خطابا تاريخيا لشعبه بمناسبة الذكرى 47 على هذه الملحمة التاريخية التي صنعتها أنامل وعقل المرحوم المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحسن الثاني. خطاب جلالة الملك خطاب تاريخي ككل خطاباته، أكد
فيه على مغربية الصحراء، صحراء ذات طابع تنموي كبير في مختلف المجالات، في المجال الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي. أكد جلالته على تنمية الإنسان المغربي، أكد كذلك جلالته على مغرب منفتح جديد ليتبدى لنا بدون شك أن المغفور له الحسن الثاني بدأ بمسيرة استرجاع الحق وبمسيرة نضالية، يعني كانت محطة إعجاب الجميع، ليستلمها نجله سيدي صاحب جلالة محمد السادس، فكانت مسيرة تنمية على كل الأصعدة، مسيرة يحصد الشعب المغربي اليوم ثمارها. نحن كأبناء الأقاليم الجنوبية سعداء جدا بهذه النهضة التي انعكست علينا كشباب، اليوم نشارك في صنع القرار السياسي، نشرع، ندخل السياسة من كل أبوابها، نتقلد أيضا المناصب الدبلوماسية. إذن هو خطاب نفرح له ونتمنى دائما أن تمضي بلادنا قدما في كل المجالات. شكرا ليلى داهي، نائبة برلمانية عن جهة العيون الساقية الحمراء ورئيسة مجلس الشباب بالمجلس الاتحاد الإفريقي. يعني الارتسامات لازالت متواصلة، معنا بعد لحظات عنصر نسوي آخر. عودة لك جوهرة. طيب شكرا جزيلا لك. يهمنا كذلك أن نعرف مسؤولية المرأة الصحراوية اليوم في هذه المسيرة، وربما حصيلة لما فعلته النساء كذلك اللواتي كنا حاضرات اليوم، أصواتهن في المجال الحقوقي يسمع في جنيف، في نيويورك، في الأمم المتحدة كذلك. سنعود إليك لاحقا نعمة العينين. أعود إليك دكتور عبد العزيز الروماني، الأفاق الجديدة التي يتحدث عليها جلالة الملك تتعلق بمبادرات كذلك بأساليب مبتكرة. كان الأمس نتحدث عن أصحاب الأموال، اليوم من يصنعون الفرق اليوم في العالم دكتور ليس هم الأغنياء، الذين يفكرون بطريقة مختلفة والذين يؤمنون بموهبة الآخر ويثقون فيه كذلك. دكتور، في الخطب اللي عرفناها من اللي كنسموها خطب العهد الجديد، كنا كنقولوا 10 سنين الأولى، نعم، من بعد ما جلالة الملك جلس على عرش الأجداد ديالو، كنا كنتكلموا على الخطب العهد الجديد. شنو كان في المحتوى ديالها؟ كان فيها المبادرات الذاتية، كان فيها الابتكار، كان فيها الخلق، كان فيها الطابع الاجتماعي. طيب نديروا حسيبة كما كيقولوا المغاربة، حسبوا شوية على الأرض الواقع. في 1978 وقف جلالة الملك في خطاب شهير وأعلن واحد القسم تاريخي سميته قسم المسيرة، وهذا القسم وقفوا فيه المغاربة كاملين في لحظة واحدة، هو قسم القيم. القيم، لأن دائما إلا تمشي وخا تبغي تنجز اللي بغيتي تنجز، إلا ما كانتش كتواكبها بالقيم فكل شيء انشاء، إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. طيب السيدة البرلمانية اللي سمعناها كتهضر وكتتكلم الآن ببلاغة وفصاحة ودراية، وهذا مهم، واش المرأة الصحراوية كانت هكذا قبل 1975؟ هذا سؤال مهم. مزيان، المبادرة الذاتية دفعت بها، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دفعت بها، البرامج التنموية دفعت بها، يعني مشاركتها في بناء جمعوي وتعاوني ومنتوج محلي لتتميني. وفي مناطقنا الجنوبية هناك منتوجات لديال الصيد البحري ولديال الصناعة التقليدية. وعلى ذكر الصناعة التقليدية، الصناعة التقليدية حتى الأمس القريب كانت فئة من أبناء مناطقنا الجنوبية فقط هي التي تتعاطى الصناعة التقليدية، وحتى هذه الفئة كانت مهمشة باش نكونوا صراحة. اليوم الصناعة كانت ديال النقرة، اليوم الصناعة التقليدية هي مساهمة في التنمية المحلية. على أي حال باش نخلص، الآن نحن في حصيلة الحصيلة كما قلت، يا على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التنموي. تفضلي. سنستمع مرة أخرى إلى مقطع، إلى جزء من الخطاب الملكي والذي تحدث فيه جلالته عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. لقد شكلت الصحراء المغربية عبر التاريخ سيرة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية بين المغرب وعمقه الإفريقي، وإننا نسعى من خلال العمل التنموي الذي نقوم به إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل، وهو توجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول قارتنا الإفريقية
التي نحرص على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة. وفي هذا الإطار بادرنا مع أخينا فخامة السيد محمد البخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. ويسعدنا اليوم أن نسجل التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير طبقا للإطار التعاقدي الذي تم توقيعه في دجنبر 2016، وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بالرباط مع مجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع. ويعكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وإرادتها السياسية لإنجاحه. واعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة للشراكة مع دول الغرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين، وإننا نريده مشروع استراتيجي لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، وذلك لما يوفره من فرص وضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بالنسبة للدول 15 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إضافة إلى موريتانيا والمغرب. إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة. وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكل يربط بين إفريقيا وأوروبا. كما نشيد بدعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية في إنجازه. ونود أن نؤكد هنا حرص المغرب على مواصلة العمل بشكل وثيق مع شقائه في نيجيريا ومع جميع الشركاء بكل شفافية ومسؤولية من أجل تنزيله في أقرب الآجال. كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير. أعود إليك دكتور عبد العزيز الرماني. نحن نتحدث عن مشروع كبير، الأمر يتعلق بمساعدة وتأمين العيش الكريم ل 440 مليون شخص في مناطق بعضها ربما مرتاحة ماديا، الأخرى ستحتاج إلى من يأخذ بيدها، لمن يرتب على كتفها. اليوم ربما الحياة ليست للضعفاء، اليوم الحياة كذلك للأقطاب المتعددة. المشاريع الثنائية جيدة، ولكن المشاريع المتعددة أفضل. سأعود إليك فقط معنا مباشرة من العيون نعمة ماء العينين ومعه ضيف كريم. تفضل دكتور أستاذ نعمة. يعني في خطاب الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، ركز صاحب جلالة الملك محمد السادس على أهمية أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وبالمناسبة يحضر معي أحمد أبو لاجي، وهو أستاذ جامعي من نيجيريا، كان مشاركا في الملتقى الدولي لعيون الأدب. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم. أنتم لاحظتم التنمية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية وتابعتم الخطاب الملكي، كيف ترون ذلك؟ في الحقيقة نحن وصلنا إلى مدينة العيون منذ 4 أيام، وخلال الجولات الكثيرة التي قمنا بها في مدينة العيون ما ورد في كلمة جلالة الملك اليوم من جانب التنمية، نحن بأنفسنا شهدنا مناظر عمرانية وتنموية مختلفة إلى درجة أننا فيما بيننا ناقشنا إذا جاء الواحد إلى هذه المدينة وقيل له إن هذه المدينة هي عاصمة المغرب العربي لا يكاد ينكر ذلك، لأن الجوانب العمرانية التي لاحظناها في مدينة العيون هنا لا تكاد تختلف عما يلاحظ في بعض العواصم في بعض الدول الإفريقية. الجانب التنموي هنا في الحقيقة متقدم جدا، أسأل سبحانه وتعالى أن يزيد تأييده لجلالة الملك. وفي الجانب الثاني المتعلق بالمشروع العملاق الذي تم الاتفاق عليه بين المغرب العربي و
ودولة نيجيريا حقيقة مثل ما وردت الكلمة أو مثل ما ورد بكلمة جلالة الملك التركيز على هذا المشروع العملاق، كذلك الحكومة النيجيرية هذا المشروع العملاق هو القضية المركزية التي تتحدث عنها الحكومة النيجيرية تحت قيادة الرئيس محمد بوهاري ليلة نهارا، لأنه مشروع يتوقع منه خير كثير على الصعيد السياسي والاقتصادي، ليس بين الدولتين الشقيقتين المغرب ونيجيريا وحسب، وإنما بين جميع دول إفريقيا جنوب الصحراء، تلك الدول التي ستمر أنابيب الغاز عن طريقها قبل وصولها إلى المغرب العربي هنا. حقيقة تركيز جلالة الملك على هذا المشروع الضخم أثلج صدورنا كثيرا وأكد لنا متانة العلاقة التاريخية والاقتصادية والسياسية بين الدولتين الشقيقتين، وهذا في الحقيقة لا يستغرب على جلالة الملك لما عرف عن أجداد جلالة الملك من الاهتمام بشأن الإفريقي. نتوقع في المستقبل القريب العاجل جدا أن يثمر هذا المشروع الضخم عما يتوقع منه من التطويرات الاقتصادية في المنطقة. شكرا أستاذ أحمد أبو لاجي من نيجيريا، بارك الله فيك. إذن نعود لك جوهرة ونعود لضيوفك الكرام. شكرا لك نعمة، سنعود إليك لاحقا. دكتور روماني، كنا نتحدث عن أهمية التعاون مع الآخر وعن أفضلية المشاريع المتعددة من أجل التمويل، من أجل تحسين ضيف المعيشة اليومي للمواطنين. صحيح، لأن كما قلنا أن في بداية الخطاب الملكي شار بأنه المسيرة التنموية مستمرة، ولكن شار أن مسيرة تكريم الإنسان خاصة في المناطق الصحراوية، لكن في البعد الاستراتيجي هناك تكريم الإنسان الإفريقي، 440 كما قلتي مليون نسمة اللي غادي تستفد من أنبوب الغاز ببعده الاستراتيجي، ببعده الأمني في الأمن الطاقي، ببعده الصناعي، ببعده الاجتماعي، تشغيل وحركية وغير ذلك وهذا، وبعده الاقتصادي، هالدول كلها غادي تستفد. دزنا المرحلة الأولى ديال الإطار التعاقدي، دزنا المرحلة الآن ديال مذكرة التفاهم التي تساهم هذه الدول، تعبر الدول الغرب إفريقيا عن استعدادها للمساهمة والانخراط والاستفادة من هذا المشروع. ثم البعد الدولي، الآن هناك منظمات دولية ومؤسسات كبيرة جدا معنية تساهم في هذا المشروع. طيب هذا شنو كيدل؟ كيدل نجيو لما كنا تكلمنا فاش كان التوقيع ديال إعطاء انطلاقة من طرف جلالة الملك للمشاريع التنموية ديال الصحراء، كنا هنا في ميدان 2016. نعم، وقلنا آنذاك أن هذه المشاريع ستنعكس مباشرة إن لم يتم تمديدها إلى الدول إلى العمق الإفريقي. ها هو حصل، هذا هو المشعل المغربي، أنك تروح بالمشاريع الكبرى وأنت لا زلت تسير وتساهم، عندك فوس بكرة بقوته، عندك الميناء الأطلسي بحضوره، عندك المشاريع التنموية ديال تتمين المنتوج ديال الصيد البحري، عندك 6000 هكتار اللي هضر عليها جلالة الملك موجودة الآن في خدمة الشباب الذي يريد أن ينخرط في المشاريع الفلاحية. أكبر منطقة فيها حركية ديناميكية جمعوية في الاقتصاد الاجتماعي في المغرب هي المناطق الصحراوية، بقيادة المرأة الصحراوية، بقيادة المرأة الصحراوية في تتمين المنتوج البحري، في تتمين المنتوج الفلاحي، ديال الصناعة التقليدية، ديال التدريس، يعني واحد الحركة التنموية تعريف هذه المناطق. ولكن ما دامت هذه المناطق تقترب كثيرا من العمق الصحراوي، فإن الجاذبية تحضر من طبيعة الحال عبر تمديد هذه المشاريع وعكسها على المشروع. الآن المغرب موجود في إفريقيا كدولة حاضرة بقوة، من أول الدول المستثمرة على المستوى العالمي، هي الأولى على المستوى الإفريقي الثانية، ولكن هذا هام جدا، عندنا وجود ديال الأبناك ديالنا وديال التأمينات ديالنا وديال مؤسسات العقار ديالنا وديال مؤسسات الاتصالات ديالنا وديال واللي مهم بزاف المكتب الشريف للفوسفات اللي ولا عنده واحد انعكاس عالمي في انخراطه في المجال البيئوي، بل في تكريمه للإنسان، لأنه يضمن للإنسان عبر الأسمدة وغير ذلك الأمن الغذائي، وهذا ما نسعى إليه. وصل معك الدكتور محمد العبراني بخبزة. كانت هناك إشارة إلى دور القطاع الخاص في هذه التنمية، ما الدور الذي لعبه حتى الآن وكيف يجب أن يكون دوره في المقبل من الأيام؟ قبل أن تفاعل في هذا السؤال، بالنسبة تفاعل مع الزميل الروماني حول الأنبوب، لأن في الخطاب الملكي هناك حديث عن كون أنه مشروع مهيكل
ولكن كذلك هو من أجل الاندماج والسلام. صحيح. يجب أن لا نختزل في الحقيقة مسألة الأنبوب باعتباره النقل فقط للغاز. صحيح. من نيجيريا نحو المغرب وبعده نحو أفريقيا، لأن ما يطبع هذه المنطقة هناك خلافات كثيرة جدا، هناك صراعات، هناك خلاف حول الحدود، هناك نزاعات كبيرة، هناك مآسي إنسانية دكتور. بالفعل. فبالتالي عندما نتحدث عن مشروع وحدوي كهذا فهو ليس مشروعا سهلا بسيطا يمكن إنجازه. صحيح. هو يحتاج إلى تمويلات. لا نفكر في الجانب المادي بقدر ما يجب أن نفكر في جوانب أخرى اللي أعتبرها أكثر أهمية، لأن كيف ستنجز مشروعا يمر عبر حدود مجموعة من الدول لولا أن هناك فاعل قادر على أن يخلق نوع من التفاهمات والتوافقات حول أهمية هذا المشروع. لذلك لنتذكر الخلاف ما بين موريتانيا والسنغال ليس ببعيد. الدول التي سيمر منها هذا الأنبوب هي دول متمسكة بحدودها، متمسكة بخصوصيتها إلى غير ذلك. فيأتي مشروع من هذا الحجم ليجمع بينها ويخلق الوحدة بينها، لأن هذا المشروع ربما قد أقول قد يكون له ما بعده في العلاقات ما بين هذه الدول التي قد تتجه حتى للاندماج. لماذا؟ لأن الطاقة حاليا محورية في العلاقات ما بين الدول، لم تعد مسألة دولة. الآن ربما النموذج الأوروبي خير دليل على ذلك. لا يمكن لدولة واحدة أن تنعم بالأمن والاستقرار بدون طلب المساعدة من الدول الأخرى، لأن المسألة أساسية. عندما نتحدث عن الأنبوب نتحدث عن الكهرباء بالنسبة لهذا الأنبوب، أنبوب الغاز، وليس فقط طاقة عادية، بل يجب أن نفهم أن الأمر يتعلق بالكهرباء. عندما يتعلق الأمر بالكهرباء سيكون هناك تحلية المياه، لأن كل هذه الدول هي دول ساحلية. أولا عندما نقول 13 دولة ساحلية فبالتالي أنها كلها تعاني من مسألة التغيرات المناخية، إذن فستكون هناك حاجة إلى تحلية المياه. تحلية المياه تحتاج إلى الكهرباء، الكهرباء بكلفة غالية لا يمكن الاتجاه نحو هذه الكهرباء. إذن فوجود هذا الأنبوب سيساعد هذه الدول على أن تكون لها الطاقة التي تسمح لها ثم التحول نحو الصناعة. هذه الدول عندما يكون الكهرباء موجود بثمن معقول ستستطيع التحول نحو الصناعة، وخاصة الصناعات الحديثة. إذن فهذه التحولات التي قد تطرأ بمجرد إنجاز مشروع بهذا الحجم، ربما هنا نفهم المعنى الاستراتيجي من الكلام جلالة الملك عندما قال أنه ليس فقط مرتبط بنقل الغاز ولكنه مشروع مهيكل ومن أجل الاندماج والسلام. من أجل الكرامة كذلك. نعم. طيب أنتقل مباشرة إلى العيون، ينضم إلينا من هناك الدكتور عبد الرحيم منار سليمي. أهلا بك دكتور، ما زلنا نتحدث عن أهمية هذه المشاريع التي تجمع اليوم من أجل السلام لإفريقيا. تحية لك جوهرة، وتحية لضيوفك الكرام، وتحية من مدينة العيون من الصحراء المغربية. استمعنا إلى الخطاب الملكي واستمعنا إلى المضامين الكبرى التأسيسية. هناك مسيرة انطلقت في سنة 1975، مسيرة خضراء، ثم هناك مسيرات متعددة تنموية. هناك وقوف على النموذج التنموي 80% بمعنى أنه الآن هو سيكتمل، أنجز 80%. وأيضا سمعنا بالمشروع الكبير وهو مشروع الغاز من نيجيريا إلى المغرب. هناك اليوم بمعنى المغرب الرسالة الكبرى التي وردت في الخطاب الملكي، وهي رسالة كبيرة جدا، وهي أن المغرب يبني السلام ويبني التنمية. بمعنى أننا لما نقرأ الخطاب الملكي ونقرأه من منظور تنموي، من منظور جغرافي،
نلاحظ بأن هناك امتداد للمغرب بمعنى امتداد تنموي يريده المغرب لغرب إفريقيا، يريده كما جاء في الخطاب الملكي 440 مليون شخص سيستفيدون، والمنطلق هو هذا النموذج التنموي. نموذج التنموي هو البناء الذي ينطلق به المغرب نحو القارة ليتم ربط هذا النموذج التنموي بمشروع هو أكبر. لماذا؟ لأن هناك تهيئة لمجال مغربي، بوابة المغرب نحو إفريقيا، ومن إفريقيا سينطلق هناك مشروع ثاني. لاحظنا هذه المسألة في الخطاب الملكي، يجب أن ننتبه إليها. المغرب يبني التنمية، بنى النموذج التنموي يكتمل الآن، وفي نفس الوقت هو يشتغل على مشروع آخر. هذا المشروع هو مشروع للقارة، مشروع للأجيال المقبلة. هنا الرسالة الكبرى أن المغرب يدافع عن وطنه، يدافع عن وحدته الترابية، وأيضا هو يبني مشروع للسلام. بمعنى رسالة هذه لكل دول العالم، لما نقول أن هناك نموذج تنموي طيلة 7 سنوات 80%، وأنا أنقل لك شهادة من مدينة العيون التي أوجد فيها، شهادة من السكان، من مجموعة السكان الذي التقيتهم، يقولون بأن العيون تتغير يوميا. بمعنى يوميا هناك مشروع، هذا يقوله السكان، تقوله السلطات، يقوله المنتخبون. وهنا أنا أعرف المدينة جيدا، أقول بأنها مدينة تعتبر من أحسن المدن في إفريقيا. هذه المدينة داخلها أو هي داخل نموذج تنموي. هذا النموذج التنموي إذا عدنا إلى خطابات جلالة الملك السابقة، دائما كان يقول بأننا نهيئ المنطقة، نهيئ المغرب كله، ونهيئ هذه المنطقة بالخصوص لتكون بوابة المغرب نحو إفريقيا. إذا هذه المسألة حاضرة اليوم، هناك مسيرة متجددة، مسيرة تنموية. وأعطي هنا نموذجنا التنموي، وأنظر إلى نموذجنا مع القارة الذي هو مشروع الغاز نيجيريا المغرب. الجانب السياسي، ما المطلوب اليوم من السياسة المغربية، من الدبلوماسية المغربية دكتور منار سليمي للبناء على ما تحقق؟ المغرب هناك المقاربة السياسية وهناك المقاربة الدبلوماسية، يجب أن نعترف، وهذه تعترف بها كل دول العالم. هناك مقاربة دبلوماسية، إنجازات دبلوماسية كبيرة يقودها جلالة الملك، يعترف بها كل دول العالم. فالمطلوب اليوم وهو أن تنظر أطراف أخرى إلى ما ينجزه المغرب. المغرب يبني السلام، يبني التنمية، وهناك أطراف أخرى تريد أشياء أخرى. بمعنى أن الأساس اليوم في كل دول العالم، الدول تثق في الذي يبني السلام، في الذي يبني التنمية. وستلاحظون هنا لما نقول بأن المغرب هو قوة إقليمية، ما المقصود بقوة إقليمية؟ لما ننطلق من نماذجنا، وهذا سبق أن قمنا به، المغرب ينقل نماذج إلى القارة، المغرب يبني نموذج تنموي في الأقاليم الجنوبية، ثم يفكر في 440 مليون من الأفراد في الأجيال المقبلة، ويفكر في استثمارات فيما هو قادم. لهذا فالخطاب الملكي فيه التاريخ، المسيرة الخضراء، وفيه الحاضر، هذه الإنجازات، وفيه المستقبل، ما هو قادم. وهنا هناك إشارة إلى كل الأطراف الأخرى. لما نقول بلغة السياسة، هناك مسألة السلام، بناء الاستقرار. الدبلوماسية المغربية لاحظنا بأنها تمد يدها إلى مجموعة من دول العالم، مجموعة من الدول الإفريقية. نحن دولة إفريقية ونبني السلام ونبني التنمية مع الأفارقة. هذا المشروع لما يسمع أي شخص في العالم مشروع كبير يبنى مع دولة إفريقية ودول أخرى، طيب، سيستفيد منه 440 مليون شخص. نعم. طيب أعود إليك دكتور العمران بوخبزة، ما تحقق جيد، ولكن ما يريده المغرب هو أكثر مما تحقق إلى الآن. اليوم هناك فوارق مجالية، ما هي مقاربة المغرب في التغلب على ذلك من أجل أن تصبح كل مناطق المغرب تسير في نفس الاتجاه بنفس السرعة تقريبا؟ هذا هو السبب الذي جاء به من أجله النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية. نعم. لأن كان هناك تفاوتات مجالية ما بين الجهات 12 المملكة، خاصة الجهات 3 الأقاليم الجنوبية كان فيها نقص خصاص. فبالتالي مع هذا النموذج التنموي الآن هناك الآن
هناك نوعا ما قد نقول أن الأقاليم الجنوبية أصبحت تتجاوز نوعا ما على مستوى التنمية، على مستوى مؤشرات التنمية تتجاوز الجهات الثمانية الأخرى أو التسعة الأخرى. لذلك المغرب هو جاد في تحقيق العدالة المجالية ما بين مختلف جهات المملكة. لذلك فبالإضافة إلى هذا النموذج كان هناك النموذج التنموي الجديد. إذن فلكي يراعي أو يحقق هذه الغاية والمقاصد والمرامي من التنمية، فعلا أننا حققنا الشيء الكثير على مستوى البنية التحتية، ولكن الآن يجب الاشتغال على الإنسان وعلى كرامة الإنسان. لذلك فدائما جلالة الملك في خطاباته يركز على هذا الجانب المتعلق بكرامة الإنسان المغربي. إذن فمن ينظر الآن إلى الأقاليم الجنوبية يجب يراها كأنها ورش مفتوح، هناك خلق دينامية جديدة، خلق نواة جديدة داخل على جميع المستويات داخل هذه الأقاليم. مثلا عندما نتحدث عن الجامعة، من كان يتصور أن في يوم من الأيام ستكون في مدينة العيون مستشفى جامعي يضاهي كبريات المستشفيات الجامعية الإفريقية من الأولى على المستوى الإفريقي؟ بمعنى عندما تقول مستشفى جامعي تقول معه كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى غير ذلك. عندما تقول النواة جامعية بوجود كلية العلوم والتقنيات بهذه المنطقة، ربما أنه في قريب في الزمن القريب كنا ننظر إلى ذلك من الخيال. في كلية في الداخلة هناك كلية تجارة، لكي نفهم التوجه الذي يتجهه المغرب، بمعنى أن ذلك الخصاص الذي كان بفعل المساحة وبفعل التواجد البشري، لأن نوعية البشر يفرض نوعية التنمية، لأن المجال الصحراوي له خصوصيته في عملية التنمية، لأن فيه الرحال، فيه البدو، فيه نمط العيش مختلف. فلذلك كان من الضروري البحث على الأسباب التي تمكن من خلق تنمية متوازنة في هذه المناطق ولكن يستفيد منها السكان. لذلك لاحظنا كيف تغيرت المعالم عندما تحدث سروماني عن المرأة الصحراوية. المرأة الصحراوية التي الآن تتحدث بتلك الطلاقة وبذلك الحضور المتميز لم يكن ليتحقق لولا وجود المدرسة، والمدرسة لا يمكن أن تكون لولا وجود نمط من الحياة. هذا النمط من الحياة هو الذي تحول داخل هذه المناطق وأصبح الإنسان قابل لأن يتفاعل مع برامج التنمية، لأن لم يكن من الممكن وضع مخططات للتنمية لا يتفاعل معها الإنسان. بالفعل كانت هناك تجارب مثلا على المستوى العمراني في المنطقة، في المناطق الصحراوية كان هناك خلق مدن أو محاولة لخلق مدن فشلت. لماذا؟ لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار عقلية الإنسان الصحراوي الذي يتبع ويعتمد نمط معين من الحياة. طيب مسؤولية المجتمع المدني اليوم دكتور عبد الرحيم منار سليمي لمواصلة هذه المسيرات التي تحدث عليها جلالة الملك في خطاب اليوم في دقيقتين أرجوك. أولا المجتمع المدني، وهنا سأتحدث عن المجتمع المدني في الأقاليم ديالنا الجنوبية. هناك مجتمع مدني نشيط ديناميكي يترافع يشتغل، بمعنى أنه يشتغل في مجال التكوين وأيضا في مجال بناء المقدورات البشرية، فأعرف هذا المجتمع المدني جيدا وهو حاضر. وأعتقد بأنه يقوم بأدوار، بل دعيني أقول بأن هناك تجاوب كبير ما بين السلطات المحلية والمنتخبين والمجتمع المدني. أقول هنا من الأقاليم الجنوبية أن هذا نموذج على مستوى التواصل وعلى مستوى العمل التشاركي يشارك فيه المجتمع المدني، وهو مجتمع مدني فيه المرأة، مجتمع مدني فيه الشباب، ومجتمع مدني يشتغل بقوة. ونلاحظ بأنه لديه غيرة كبيرة جدا في مجال التنمية، بمعنى أنه يريد أن يحقق كل شيء ويستفيد من تجارب. وهنا دعيني أقول فقط في مثلا في قناة ميديا ستلاحظين بأن هناك حضور كبير جدا لجمعيات المجتمع المدني، مجموعة يحضرون ويناقشون. هذا مجتمع مدني أقول بأنه له قوة كبيرة ديناميكية، يشتغل في المجال، يشتغل وفق خصوصيات
المجال وأكثر من ذلك يشتغل بطريقة تشاركية مع السلطات وأيضا مع المنتخبين. طيب أختم معك الدكتور عبد العزيز الروماني، وأريد أن أتحدث عن نقطة تبدو لي شخصيا جوهرية. عندما نتابع هذه الخطب الملكية وأنت كنت في كل مرة معنا، نلاحظ هذا الأسلوب، هذه الكلمات التي ينتقيها جلالة الملك بعناية، يتحدث بمحبة واحترام وتقدير حتى عن الذين لنقولها صراحة يناصبونه العداء في قضية المغرب الوطني. اليوم عندما تحدث عن العقلية الدكتور روماني، اليوم العالم يتمغرب، أو هكذا يبدو لي، النساء المغاربيات، النساء المشرقيات، النساء الأوروبيات، النساء الأمريكيات يلبسن القفطان المغربي اليوم. الزليج المغربي أصبح متواجدا في كل القارات والناس يتشرفون به، الطاجين المغربي حاضر اليوم في العائلات. كيف نتابع هذه الطفرة في التفكير في هذا الالتفاف الدولي حول ثقافة المغرب وحول قضية المغرب الأولى؟ صحيح. ما مسؤولية المجتمع المدني والشخص المغربي والمرأة المغربية اليوم؟ كبيرة جدا. لذلك لما تكلمت على قسم المسيرة، كلمة قسم راه بينها وبين القيم غير حرف واحد، يعني هو السين ولا الياء، هذا كيتسمى عند الناس جناس غير تام. القسم، انت قلتي جوهريه، يا جوهره قلتي جوهريه اساسيه. اشعاعنا الثقافي مسؤوليتنا، خصنا نحميوها. احنا كنمشيو ولكن الاجيال تستمر، تعاقب الاجيال. الصحراء 47 عام، نص قرن، المغرب موجود وكيبني. المغرب القادر، وهذه مهمة جدا. المغرب كان وسط، يعني أرضية بسيطة، قدراته كانت محدودة في 75، ليست هي قدرات اليوم، نتكلم عن القدرات الاقتصادية والمالية وغير ذلك. ومع ذلك المغرب في ظرف 20 يوم كما قلت كان قادرا على خلق الحدث التاريخي اللي هو المسيرة الخضراء. 20 يوم، ماو تسي تونغ ولا أندرا غاندي ولا غاندي، مهاتما غاندي لما داروا مسيره مشاو على الجيوم مسافه بسيطه، هذه مسافه الى الصحراء، استرجعنا الصحراء واسترجعنا معها يعني الانسان الصحراوي اللي كان مقيد لكي يكون محرر وبالكرامه، ولكن استرجعنا معه في هذه الثقافه الحسانيه، التراث الصحراوي اللي هو اشعاع ديالنا. نعم هناك دول تسطو على الثقافات وهذه معروفه، راه كيسطو على التراث، راه سرقوا لمصر يعني مجموعه من يعني التراث ديالها حتى هي. والمغرب كيسرقوا له قفطنو، كيسرقوا له زليجو، كيسرقوا له، هذا شيء طبعا موجود وكان عبر التاريخ، ما يمكنش نقول غير موجود اليوم، ولكن مسؤوليتنا احنا كمجتمع مدني كمواطنين أننا نحافظ على أصالتنا بحفاظنا على قيمنا. إذن نعقلوا على قسم المسيرة الخضراء، عادة كنستحضروا حدث المسيرة الخضراء، ما نساوش 78 قسم المسيرة الخضراء، كما قلت قسم القيم. القيم هي احنا نبني روسنا. الخلافات ما بقاتش الحمد لله، لأن المغرب اليوم هو بلد الاستقرار، هو بلد الأمن، هو اللي كيعطي الإشعاع في الاستقرار الاجتماعي، ولكن يزيد عليه واحد شوية اللي هو الحفاظ على أصالتنا، على تراثنا، على قيمنا. ونزيد حاجة أخرى أكد عليها جلالة الملك في أكثر من خطاب وحتى في خطب المسيرة الخضراء، وهي التخليق في حياتنا، تخليق في الحياة السياسية، تخليق في الحياة الإدارية، تخليق في الحياة الاجتماعية. لماذا؟ ماذا أقصد بالتخليق؟ من لما نتكلم على تبسيط المصادر الإدارية من أجل مستثمرين وبناء مغرب قوي، هذا راه تخليق. لما نتكلم على محاربة بعض الممارسات المشينة غير المساعدة على النهضة، هذا راه تخليق، سواء كان فساد أو رشوة أو إلى غيره. هذه هي المسيرة اللي كنحسوا أننا كمغاربة، نعم كتكون بيناتنا ديك اللحمة اللي هي لحمة الوطنية من أجل بناء مغرب قوي إن شاء الله، وسيكون ذلك إن شاء الله. دكتور عبد العزيز الروماني، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به. الشكر موصول كذلك للدكتور محمد العمراني بوخبزة، للدكتور تاج الدين الحسيني الذي كان معنا في الجزء الأول من هذا البرنامج، لزميلنا نعمة ماء العينين مفدنا إلى العيون، وكذلك للدكتور عبد الرحيم مناصلمي الذي كان مباشرة معنا من العيون. إلى اللقاء.